صباح الخير صباح شجاد. النور سبا، كيفك؟ ماشي الحال؟ منيحة. شوي نوال وعليك وعلى المشاهدين وعلى كل المشاهدين أكيد. اليوم عندنا سمون، صح؟ سمون طازة، فيليه سمون، صح؟ مع كرات كونفي، مزبوط، مع الفودكا 100%. اليوم إذا بدك روسات يعني أنا بحياتي مش أكلي فودكا، شربانة فودكا، شربانة فودكا بس مش اكل الفودكا مع الـ ليك الكونفي الكرات مثل ما ولا اكل الكرات مع السمو. مثل ما بتقولي البوارو هو رح يكون الجارنيتور تبع السمو. اوكي، ناخذ البوارو حنبلش نقطه، رح ندخل بالزبده وزيت الزيتون مع ورقه غار لحد يدبل ويستوي مزبوط. رح نرجع نعمل له ريدكشن بالفودكا اللي هي هون، يعني أوكي. اذا بدك هون مستبدلين الوايت واين اللي هي دائما بنطبخها للسمو او مع جاريتيو فودكا، رح نحطها، رح نعمل لها ريدكشن، رح نرجع ناخذ كريم نحطها معها، رح تطلع اذا بدك هالجارنيتور كلها. ورح نعمل سلاد صغيره بالمونشتو والبندوره والاسباج، بس رح نعمل هيك انفيوزيون صغيره نعلم المشاهدين عليها، زيت الزيتون لنعمل صوص السلاد بهذا الزيت. هلا لا لنبلش ديريكت. نحن عم نطبخ نرجع بنقول شو رح نعمل. رح ناخذ البوارو، نقص الميل البيضة شوي عريضة، هولي هلا الخضر اللي رح شيلهم كلهم اكيد برجع نستعملهم بغير شيء. يعني كيف استعملنا للحبشة، استعملنا الميربوا، اكيد ميربوا، اذا عم نسلق لحمة، اذا عم نسلق دجاج، كله هيدا بنستعمله. فانا قد ما فيي عم باخذ بدنا الكرات بس نغسله، اذا بتلاحظي انا قصه بالنص، ايه، لانه بضل في رمل من جوا هون. انا حاطط شقفة زبدة وحاطط نقطة زيت زيتون تما يحترقوا، مزبوط. أنا عم بكبر شوي الشقفة لأنه هلا بتلاحظي البوارو بيزموا في كتير مي، فما بعودوا مبينين إذا بدنا نفرمهم كتير ناعمين، صح؟ فهون رح ناخذهم كمان هيك تنعجل شوي. بلش هون يحمى، ما كتير بدنا نحمي، ما بدي أقليهم كتير ستيفاني، يعني بدي دبلهم تتبيل، ما بدي غير لهم لونهم مش قرو او هذا، تطلع الصوص كمان بيضة، يعني تطلع طعمة كمان بنفس الوقت، لانه فيهم كتير مي مثل ما كنا عم نقول بيموتوا كتير، يعني ما بعودوا مبينين بيضلوا، صح؟ وبنفس الوقت الروسات تبعنا ما راح يكون عندها صوص، راح تكون كلها بالبيضة هون، يعني الجارنيتور مع الصوص. هذا الكوارو بكفي، صح؟ رح ناخذ عنا اسبرج كمان، الاسبرج راح يكونوا اذا بدك سلاد على جنب، ديكوراسيون، ورقتين غار، حبق روكي مثل ما هن، هولي رح نشيلهم ونضبهم بالبراد، استعملهم لغير روسات اكيد. ليش انا باخذ ما فينا نكب شيء من ابدا، ليش انا الخضرة. بستعمل البيضه لانه اطرى من الخضره، صح؟ يعني انا بدي اياهم هون يدبلوا بسرعه اكثر، مزبوط. فنشيل اوكي، هلا هون رح نتركهم على رواق. بهالوقت انا رح اعمل الانفيزيون صغيره اللي هي فكرتها كثير حلوه، يعني انا هون رح اعمل صوص اللي هي حامض وزيت رح تبلها للسلاد، بس الزيت اللي رح استعمله ما رح يكون زيت عادي. شو رح اعمل؟ رح اعمل لها انفيزيون على النار على حراره كثير واطيه، هلا بتشوفوا كيف، كزبره، سيبولات، هولي كلهم ما رح نستعملهم، يعني ما رح يرجعوا يتصفوا، بمعنى ورقه غار بس تناخد النكهه، مزبوط. الثوم انجا ما كثير، اذا بتلاحظي يعني اقل من العاده، رح افقشه ليه؟ تا ما كثير طعم، يعني اذا بدنا نطعمها اكثر بالثوم فينا نفقشها اكثر. هون انا رح استعمل عصير الحامض للصوص، بس بنفس الوقت اخذت الشقفتين اللي ما بستعملهم رح احطهم بقلبها. رح اخذ كم حبه بندوره، هيك ناخذ الاسيديتي اللي فيها طيب كثير للسلاد. ليكي شو صار عندنا بقلب هالبول، هلا رح اخذها واقلبها بقلب مقلية صغيرة، ما بدي احط لها اكيد رشة ملح، رشة ملح، اوكي، يا عين هون. هيدي هون شو فيها؟ هيدي مي لنسلق الاسبرج، يلا منشيلها. نحن ثواني بدنا النار، يعني انا بس بدي اعلي حراره الزيت قد ايه؟ ماكسيموم لل 40 50، ما بدي دبري. ما بدي، ما عم بقول لك 40 ماكسيموم 50، ما بدي اطبخ هالاغراض، يعني ما بدي اياهم ينقلوا،
بنحطها اذا بدي يكوني على 2 شي 2 مينتس يا كثير منيح هون بلش كثير طيبين بلش يدبل البوارو رح نرجع ناخذ رشه ملح صغيره تظهر المي مش ميطه اكثر هون قد ايه وقت بدنا نتركه؟ هون بس يعني 5 دقائق ماكسيموم، انا بس بدي يحمى الزيت رح شيل المقلية حطها على جنب ورح يضل الزيت بقلب المقلية بياخذ طعمي من هالانجريدينتس كلها لوقت لوصلنا بدنا نتبل السلاد بيكون رجع نزلت حرارته. هلا نحن رح ناخذ هالسومو نحطهم هيك بجاط نحط لهم شوية برش حامض شوية بدك تفوتهم بالفرن ولا؟ اليوم لا بس فينا. يعني انا رح اعطيهم لون بالمقلية وحطهم بقلب الصوص ارجع انا رح احط لهم هلا نقعه سوبر سامبل كلاسيك اللي هي برش حامض شويه حبق وملح وبهار وزيت اكيد هون البوارو رح نخفف شوي عليه لما كثير ياخذ لون مثل ما كنا عم نقول هلا دقيقه او دقيقتين بلش يدبل مزبوط رح نحط الفودكا ونعمل ريدكشن مزبوط رح نعمل ريدكشن رح يضل يمكن شي 10 او 20% من الفودكا اللي رح نحطها رح نرجع ناخذ الكريم نطبخها كلها مع الكريم ليك شو صار عندنا هون انا اذا بتلاحظي خففت نعطي لون للسومو نرجع نسقطهم بهالكريم 100% لانه السومو بهالخلطه كلها بيستووا بقلبها اذا بتلاحظي السومو رقيق وقطعه صغيره شيل الجلد بلا سكن فينا هيك وفينا بعرف. اللي عباله فيه كمان بس سكن. افضل نشيلهم اذا بدنا نحطهم بهيدا اذا بدنا نحطهم بالفرن افضل ما نشيل حتى السكن احسن طريقه مزبوط لتبقى سكن لازم نعملها بولي على السكن لتطلع كريسبي السكن بتتاكل سكن بتتاكل اذا كانت عملت كريسبي يعني اذا حطيناها بقلبها الصوص ما رح تتاكل رح تصير تعلق كثير كثير حلوين طازه وطيبين ولونهم حلو اكيد اكيد دائما بس تكون السمكه طازه ببين دغري اذا بدك يعني بيقولوا بالعربي هيك عم بتبص بس السمكه لا عم بتبص بس اوكي انا رح اخذ مبرشي مبرشي عندي جويو نويل جو باردون رح ناخذ حامض شفت قلت لك على الهوا جويو نويل قدام الكل الكل عرفوا انه عم اقول لك جويو نويل جو دائما هي شغله بنقولها بمارينيشن السمك بس بدنا نعطي طعم الحامض ما بنحط حامض عصير لا بنحط برش بنحط برش لانه بغير لها بغير اقوى وبنفس الوقت والطعمه ما بحب انا والتكستير كمان بغير لها لونها للسمكه بتعرف انا ما بحب السمو مع الحامض يعني غير سمك غير نوع من السمك حط عليه حامض عصره حامض عصره حامض بس ما بحب احس السمو لانه طعمته يعني حلو يحافظ على طعمته صح يعني هو اكثر شيء صح ملح وبهار وزيت زيتون ماكسيموم صح سوني بالمارينيشن ما رح تعطي طعم بنحط الحامض يلا شوي صغيره بعد بعد انا مخفف لهم على الاخر اذا بتلاحظي دبلو صح تما ياخذوا لون مزبوط وهون عندنا الخلطه اذا بلش الزيت يرخى بس يبلش يرخى يعني علامه انه عليت حرارته ما رح نطول كثير عليه هون يمكن دقيقتين رح نشيل المقليه نخليها على جنب رشه بهار ورشه ملح ورشه ملح انا رح افرم ورقتين حبق حبق انا هون جايب كزبره للسلاد ما حطيتهم رح احطهم هلا اوكي ورقتين حبق رح نفرمهم ورح نفرم السيبولات اللي هن انت كثير بتحبيهم بهالشكل سيبولات بحبهم انا بشكرك انه مش جايب معك انا بحبك جاد صرت انا عم بعمل الروستات عم بفكر مين في مين في اليوم بجيب انات ولا ما بجيب الانات هلا فيك تجيب الانات وما تستعمل ايه نحطهم يعني بس ديسبلاي يعني كمنظر منظرهم حلو حتى منظرهم مش حلو الانات شوية حبق سيبولات سيبولات اكيد هلا رح نحط زيت هيك اذا بدك زيت بيجمع هالغراض كلهم على السمو هيك شو سامبل وشو حلوين هو اللي دبلوا منيح ها يلا هلا رح نحط الاغراض عليهم الفودكا نرجع
شحيتنا هلا بس رح ناخذ كف هيك نلبس كف ونبرمهم تياخذوا بس هيدي هي شكلهم بشهي نحط الفودكا يلا رح ناخذ وقفه ونرجع لكم صاروا جاهزين ليك الفوهو رح نعلي الحرارة دلوقتي طلع رح نحط الفودكا تعمل ريدكشن مثل ما كنا عم نقول رح نتركها تعمل ريدكشن يعني ليروح تقريبا 80% مزبوط حتى الليكيد بدنا اياه يخف شوي تما تطلع كتير رخوة صح هلا نحن الجارنيتور تبعنا ما بدها غير الكريم اكيد وملح وبهار بالاخر نحن حطينا شوية ملح وبهار بس بدنا كتير منيح اوكي هلا رح نتركهم كل شيء صار حاضر هلا ما عندنا مشكله لانه هلا بس يعني أكيد. ما بقى رح تنطبخ البوارو هلا عم نبخر بس الكول هون الزيت دقيقه رح نشيله بهالوقت رح نكفي مارينيشن الصمون بس رح نبرمهم كتير حلوين هلا كل هالشيء اللي فرمناه لزق عليه من ورا الزيت بلش نسلق غراض السلاد يلا ليك شو حلو شيل الزيت يلا انا رح اخذ الزيت نصفيهم هلا رح نتركهم لاخر شيء للتيستينج رح نخلط السلاد رح نتركهم هيك يعملوا يكفوا الانفيوجن تبعهم لنستعمل هون مطرحهم هون مي اكيد وملح مي مسقعه حدهم هلا رح نبلش نسلق مونشتو اسبرج ومونشتو تقريبا اثنيناتهم بدهم ثواني بالمي دائما بنغلي المي على الاخر بتقلب ملح ماي مسقعة على جنب أو ماي تلج ليك كيف تبخر الفودكا وبقي شوي من الصوص صح هذا المطلوب هذا المطلوب بعد شوي يمكن شي دقيقة أو دقيقتين ناخد الكريم بنحطه نفرملها شوية سيبولات هيك لا بس ما رح حطهم هلا رح حطهم مع الكريم حتى يبينوا بقلبها كريم ناخذها هلا بخروا بعد شوي ثواني بعد هيك ولازم نشيل ال لا الورق الغار هلا اخر شيء بنشيله تا يغلي مع ال الكريم بدي افهم ليش بدي اقول حلمي ايه اوكي يلا ثواني هلا هون بلش يغلو يلا كمان هون ثواني على القد المونشتو هو لون من نوع من البازيلا ولا مزبوط مزبوط هو اذا بتلاحظي بقلبه في حبوب بازيلا بس سوبر صغار يعني هن اللي بيتاكلوا اكثر القشر يلا حطيهم هون هيك شو صار عندنا تبخروا ما بقى في كثير رح ناخذ الكريم ما نكتر كمان لانه نفس الوقت ما بدنا اياها تطلع كثير صوص هلا هون الكريم اذا عزنا فينا نزيد مزبوط رح نغلي اول شيء ما نكتر كثير هلا رح يغلي الكريم رح يرجع يشد بقلبهم يمكن ايه مزبوط المونشتو خلص صرت تلاحظي لونه كيف دغري شي لون؟ ايه خلص سبا اكيد 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 رح ندغري نسقطهم مي مسقعة او مي وثلج مي وثلج طيب نفس المي كمان هلا رح نسلق الاسبرج الاسبرج
انا رح اخذ هالسيبولات رشهم هيك ورح اخذ ورقتين حبق على القد افرمهم كمان حطهم بقلبها يا سقط ال يلا رح اخذ بول انا بلش اقطع هالشيري توميتو الصغار بتكوني خلصتي من عندي شيلهم من المي كمان هون يمكن مشتو لا مع بعضهم سبب هلا بنرجع بنشيلهم بنصفيهم مره واحده بس البندوره بالنص بدي تبلها اعطيها طعمي اكثر من جوا هلا رح ناخذها نخلطها مع الاسبرج رح نخلطها مع الموشتو رح ناخذ من هيدا الزيت اللي عملناه عصره حامض سكر صغيره ما كثير بدنا نكتر حامض تما يغير لون الاسبرج كمان لانه بيغير له لونه على الاسيد اللي بقلبه مع الموشتو طيب هلا ما بدك تعطي لون لل هلا رح نخلص السلطه نجمعها مع بعضها نجهزها لقبل التيستينج نحط الصوص الاسبرج خلص كمان الاسبرج اكيد رح ناخده نفرمه بس ثلاث شقف بالنص ما كثير بدنا نصغره ما كثير بدنا نسلقه على الاخر صح انا رح اخذ صحن مع ورقتين كلينكس لنحط عليه الموشتو والاسبرج يلا بس نعطيهم ثواني ليسقعوا من المي نرجع بنصفيهم رح نبلش بالسومو كمان بهالوقت هون اذا بتلاحظي بلشت الفنجان عم باكل بلشت تشد عم دوق التومات اذا مش طيبين بتنتزع اوكي هذه لكان اسبرج موشتو صفيناهم ميشان جو رح ناخذهم مثل ما كنا عم نقول هون خلصوا بس ثواني هيك لينشفوا من المي قبل ما نفرمهم واو لونهم بعقد رح ناخذ مقلايه صغيره كرمال السومو رح نبلش بالسومو نعطيهم لون على الخفيف ما كثير بدنا نسويهم نرجع نسقطهم بالصوص 100% كرمال هيك تاركهم للاخر انا ما بدي احطهم من هلا لانه بيستووا بسرعه بيستووا بسرعه وما بحاجه يعني صح. السومو هيك لنقدر نكون بوقت التيستينج جاهزين وما كثير ابدا منشفين ولا شوي شقفة زبده كثير صغيره كم حبة ثوم مثل ما دايما بنحط ورقة حبق رح نحطهم بقلبها للمقلاية هيك لنعطيها طعمة بهالشكل والثوم كمان هيك ما كتير بدنا نفرمها لما تعطي مثل ما كنا عم نقول هلا رح نعملهم على وان واي كمان تما تنشف كتير نعطيها لون ميلي وحدة هون بلشوا خلص هلا اذا بتلاحظي بعد 5 دقائق رح يشد الكريم اكثر اكثر بصير عندنا صوص مع البوارو كنت عم فكر انه هالصوص فينا نستعملها مع باستا فيها تكون مع باستا هو اذا بدك اكثر شيء الفودكا مشهور يعني اللي بحب الكرات وهيك صح. انه في هذا اللي بدي اقوله كان هاي الصوص اذا بدك او الكومبينيشن بين الفودكا والسومو اكثر معروفه للباستا احنا اخذناها عملناها اذا بدك هي المين السومو بطل الباستا أوكي. هو الاساسي بس انه فينا نعمل ايه اكيد اكيد باستا مع هالصوص حتى فينا بتطلع بتعقد فينا نروح على مش سومو فينا نروح على كروفات مع نفس الصوص مع الباستا بيطلع عندنا كثير طيب كمان اكيد هذا السومو هون نحن رح نبلش نطبخه السلطه تقريبا رح افرم لها انا هولي على السريع تحت وقت التيستينج ما يكون عندنا غير رح نشيل الكعب دائما بنقول بالاسبرج بيكون قاسي شوي صح
حتى التب انا رح احطه. ايه مش لا مثل ما هو نخليها تطلع شوي طبيعيه، بس الموشتو بدي اقصهم بالنص تيروحوا شوي مع الحجم تبع الاشياء الباقيه بالسلاد. نحن لكان صرنا على اخر هون، ما بقى بدنا غير نطبخ السمو ونحطه بقلب الصوص. والسلاد اكيد رح نتبلها بالزيت وحصرة حامض كتير صغيرة. هاي السلاد رح ناخد الزيت. بلش؟ يلا ايه جاي لعندك ثانية على قد. رح ياخد زيت ستيفاني اذا بتلاحظي، هلا ما رح احط حامض للتاسي، عم ناخد الزيت بلا الانجريدينتس اللي بقلبه. بدنا نرجع نزيد بس عصرة حامض. عصرة حامض وملح وبهار. ملح وبهار. واو. يعني تخيلي كل هالطعمات هون ايه في بلزة. صارت عندك، وهذا الزيت صار فينا مظبوط نستعملها لغير صفيها مش عم نستعملها بحيلا سوري بحيلا صوص بدنا نعملها حتى فينا ناخذها نطبخ فيها. يعني نقلي فيها نكون عم نعطي الطعمة للبرودوي اللي عم نقليه. صاروا ريدي. يلا. سمو اهون شيء طبخه. اهيو اهون شيء وبنفس الوقت شوي ديليكا انه ما ينشف. وقته سريع هو السمو بس بدنا ننتبه انه ما ينشف معنا بالطبخ. وهيدي لكن بدك تحمرهم ميلي وحده. مزبوط. رح يطلع معنا صحن كثير طيب. تخيلي هلا السمو هون عم ينطبع كثير هين عم ياخذ من طعمه يعني الكوارو والفودكا. بدها شوية شغل بدها شوية غراب يعني شغلة كثير هين اكيد شفناها سوا. اذا مشاهدينا ما لحقتوا من اول شيء تحضرونا تشوفوا كيف عملنا هالطبخه، فيكم ترجعوا تحضرونا على ريبلاي mtv.com.lv بفوتوا فوتوا لايف، وبعدين اكيد بتنقوا كوكينج وبتحطوا دات اليوم، وفيكم ترجعوا تحضروا كل سيجمنت الكوكينج من اوله لاخره. يلا ثواني رح نشيل السمو كفيله طبقه هون. ليه ما بدي اعطيه كوش من هون؟ انا بدي اعطيه كوش مطرح ما رح نعمل برزنتيشن، لانه هون ما بحاجه بنفس الوقت بنكون عم نخفف البوسيبيليتي انه ينشف اكثر. ينشف صح. لانه ما في جلده ما بدها تحمر جلده. مزبوط وما عم نشوي سمكه كامله اذا بدك لتحمي حالها، يعني كثير رقيقه لانه. فرح ناخذها هلا نقلبها بقلب الصوص. قد ايه وقت بدنا نتركهم بالصوص؟ دقيقتين مش اكثر. دقيقتين مش اكثر. على قد يعني لانه نحن رح ناخذ سوا وقفه، بتكونوا مع واتسون ام تي في، بنرجع بنلاقيكم بكوكينج ات هوتيل ايرف. Flames, they just leap higher. نحن رجعنا لكم بتيستينج مثل ما عم تشوفوا. بحب انا الصحن الكاري او ريكتونج، مينلي ريكتونج. ايه بيعطي هيك ايه بيعطي غير هي يعني ببينوا اكثر غير شكل. شوية رشة سيبولات يا عين. هون مثل ما كنا عم نقول دقيقتين بالطبخنا السمو مش اكثر. فينا نعطيهم لكاتشا. صرنا ريدي يلا. والسلاد رجعنا حطينا عصرة حامض كثير صغيرة تما يغير لون المونشتو والاسبان وخلطناها. هيدي الصوص كاتيا اللي تحت السمو. شو فيها؟ فيها كريم وفيها فودكا وفيها بوارو. بوارو. أوكي. بوارو كرات. انا بدي ذوق الكريم. جرنيتور كثير طيبه طالعه معها. مع البوارو. حتى السلاد ستيفاني اكل الزيت والحامض وال سوبر تايلي. ريبو. طيبة. سيمبل وطيبة. هلا هي الصوص
بنشغل على الصوص يعني مينلي كثير حيني بس يعني ما اخذت معنا وقت والانجريدينتس تبع قليل منهم كثار. حتى السلاد كثير فريش ستيفان بدي ذوق السلاد انا كثير طيبه. في عندك طعمات مش مبينه يعني حامض الزيت غير شكل عمل فرق الزيت وهذا الزيت مثل ما كنت عم تقولي بينعمل اذا بدك مره واحده ومنضبه يعني فينا نعمل نيت الزيت نخلي الانجريدينتس بقلبه وبنرجع بنصفيه اخر النهار بصير عندنا زيت يعني فينا نكبر الكميه بصير عندنا قنينه زيت معموله انفيزيون بهالطعم لازم نخليها بالبراد ولا برات البراد؟ نو نيت ابدا نو نيت حتى اذا فيها بندوره لا عم نقول نحن رجعنا صفيناهم يعني اخر النهار بنتركها برات ال بنشيل عن الغاز بنحطها على الطاوله لاخر نهار بنصفيها بنستعملها نهار واحد يعني ايه هلا هون نحن عملناها بسرعه شوي يعني بال20 دقيقه اللي كانت معنا النار كثير كثير خفيفه بعدها موجودة يعني إذا تلاحظي كاتيا الانجريدينتس اللي بقلبها ما انطبخوا الزيت بس حمي شوي تا أخذ الطعم من البرودوي اللي بقلبه أوكي نحن وقت بنحاول نحط يعني أشياء بقلب قنينة الزيت ما بيعطوا صح لازم يروحوا على النار الأول يعني حطيناها هون على الإلكتريك على الدور تقريبا شي 10 دقايق يعني ابدا ما لازم يحمر الزيت ما لازم نقليهم يعني بمعنى صح نايس سليم ريتك جاد كثير كثير طيبين عن جد يعني ولا مره كنت اكلي صموم مع الكرات حتى مع الفودكا كمان كومبينيشن كثير طيبه فهرست اليوم كنا عملنا شوي شغله جديده يعني فينا نطبخها اذا بدك بكره من نهار الخميس يعني صح وهيدي كنت عم بساله لجاد الكرات مع الكريم فينا نعمل بات ونخلطهم مع بعض صح. اكيد كمان نرجع نعمل الصمون نحطهم حدهم كمان كونسيستنت 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 فينا ناخذ الصمون نشيله ونحط كريفات محله صح يعني الصوص بتركب مع كذا شغله صح ثانك يو جاد نحن بنرجع بنشوفك بكره اكيد بكره كمان بروسات اكله غير شكل صح مشاهدينا انا بكون خلصت فقراتي لليوم برجع بشوفكم نهار السبت بتمنى لكم اسبوع مليء بالمفاجآت والقصص الحلوه وكمان بعيدكم بقول لكم بوناني وبشوفكم بعد بالسنه الجديده باي باي